الهدف من التسهيل وتسهيل الإجراءات في الترخيص، وزي ما يعني دكتور حسام بيقول إنه عندنا مثلا فكرة السيطرة على البؤر الوبائية، السيطرة على البؤر الوبائية دي واحدة من أهم الإجراءات اللي بتحافظ على الإنتاج واللي بتحفظ من نفوق الحيوانات، وبالتالي يعني جودة الإنتاج كمان، وكتير جدا من ما ينتج عنه في النهاية إنه يوصل للمستهلك في النهاية منتج عالي الجودة وكمان بإنتاجية عالية في الأسواق. كل ده بيتطلب ان احنا دايما يبقى في تطوير في المزارع نفسها ومزارع الدواجن، وبالتأكيد انه هذا التطوير برضو بيبقى وراء اجراءات كتير، وراء كتير من التسهيلات. ده بيتم ازاي؟ هل صاحب المزرعة بيجي يقول انا عايز اطور المزرعة بتاعتي، عايز احول المزرعة بتاعتي مثلا من النظام المفتوح الى النظام المغلق، او من النظام كذا الى النظام كذا؟ الموضوع بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق انه لا، المزرعة دي بقى عن طريق ان احنا خلاص دي مرخصة وورقها موجود وعارفين عنها كل حاجة، فبنقول ان المزرعة دي لازم تتطور دلوقتي، ولا صاحب المزرعة ده بيبقى يعني قرار نابع منه؟ خلينا يعني نتكلم بشكل أكثر تحديدا في موضوع التطوير. إن لو ما فيش رغبة للمربي والمواطن إن يطور ويحسن من أدائه ويزيد ربحيته للمكان، مش هيدخل في منظومة التطوير. ودلوقتي بتتلاقى رغبة المواطن أو المربي في التطوير مع اتجاهات الدولة للتطوير، فده بيسهل الأمور. الموضوع ده عشان نبدأ بيه على الأرض لازم، أو هو خد العديد من الإجراءات، تم عقد العديد من الندوات التوعوية والإرشادية، تم عمل العديد من اللقاءات، وكان للقناة دور هام جدا في توعية الناس بأهمية تطوير وتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للنظام المغلق. والموضوع ده تم مع ان المواطن نفسه او المربي شاف ان فيه ربحية ومنفعة وجدوى اقتصادية من عمليات التطوير ليه. بعد ما بتتلقى رغبته في عملية التطوير بيتم الاجراءات. اجراءات التطوير بتتم بعدة محاور. قد يكون المواطن بيلجأ للتطوير من تلقاء نفسه، وخصوصا انه حصل على ترخيص تشغيل، فمن خلال ترخيص التشغيل بيتوجه لاي بنك وبيبدأ يتم إدراجه، لأن كافة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مدرجة ضمن مبادرة البنك المركزي لقروض ذات فائدة متناقصة 5%. فحصوله على الترخيص بيبدأ يتوجه مباشر ويقدم المطلوب مباشر معاه، ويبدأ يعمل إجراءات التطوير ويقدم عروض الأسعار للبنوك بشكل مباشر. في بعض أفراد بيتوجه للجهات اللي عقدت بروتوكولات، إن تم عقد العديد من البروتوكولات مع البنك الأهلي، بنك الزراعة المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لإجراء عملية تطوير. بيتقدم لأي جهة من الجهات، سواء لوزارة الزراعة أو لأي جهة من جهات السلف ذكرها، وبيتقدم بطلب، بيتم عمل المعاينات الفنية اللازمة ليه، وبيتم توجيهه لأسهل وأبسط الطرق لإجراء عملية تطوير، وتوضيح دور التطوير معاه وخدمته ليه في المنفعه الحديه اللي تقعد عليه. يعني احنا كنا اتكلمنا وما زلنا بنتكلم ان تحويل المزارع من النظام المفتوح للنظام المغلق بيساهم بشكل كبير بالنسبه لنا كدوله في الحد من انتشاريه الامراض، بيساهم بشكل كبير في توفير الامن الغذائي وتوفير انتاجنا من اللحوم البيضاء وبيض المائده على مدار العام، وعدم وجود فجوات السعريه اللي بتكون مرتبطة بالعرض والطلب، وتكون أيضا مرتبطة بمواسم الإنتاج وغيرها من المواسم، سواء كانت أعياد أو غيرها. ففي حال التربية المغلقة بيتجنب كل التأثيرات الخارجية دي. إن يعني لو اتكلمنا على التطوير، أنا بعزل المزرعة عن المحيط الخارجي. عزل المزرعة عن المحيط الخارجي بيسهل بشكل كبير جدا في تقليل الأمراض والتحكم في مسببات الأمراض، ده كبداية. أيضا بيساهم بشكل كبير جدا في تقليل نسبة النافق، إن لو قلنا إن نسبة النفوق تكون في التربية المفتوحة
تتجاوز من 5 ل 10%. في التربية المغلقة تقل عن 5% ل 2%. لو قلنا كفاءة التحويل الغذائي بتكون في العنابر المفتوحة تصل ل1.8 من 10، بينما في العنابر المغلقة تصل ل1.4 من 10 و1.3 من 10 كمتوسط. يعني أنا بتكلم في توفير من 500 ل 400 جرام علف لكل كيلو لحم منتج. لو قلنا أو زي ما اتكلمنا قبل كده إن تكلفة التغذية بتمثل لي في العملية الإنتاجية أكثر من 70%. أما أعمل توفير يبقى أنا بزود من الإنتاجية. هنيجي لنقطة أكثر أهمية بالنسبة لقطعان التسمين اللي بتربى تربية أرضية، بيكون عدد الطيور 10 طائر للمتر المربع، بينما في التربية المغلقة الأرضية بيكون من 18 ل 20 طائر للمتر المربع، وبيصل هذا العدد 40 أو 50 طائر في حالة التربية في نظام البطاريات. يعني احنا بنتكلم في وحدة المساحة المزرعة اللي تشيل 1000 طائر تشيل من 2 ل 5 أضعاف في حالة التربية المغلقة. مسببات الأمراض زي ما قلنا، تطبيق أو عدد الدورات التسمين داخل السنة بتكون في حدود 4 دورات ل5 دورات فقط في حالة التربية المفتوحة، بينما بتصل ل8 دورات في حالة التربية المغلقة. فده بيزود من كفاءة الوحدة المكانية. وأيضا في جزئية تانية إن بتمكن هذه المنشآت المغلقة من حصولها على تراخيص كمحاجر للاستيراد، فده إجراء تاني ببسطهول. زائد إن عمليات التطوير بتساهم معاه بشكل كبير جدا في تحكمه في الأسعار السوقية. يعني عنده الإنتاج مستقر طوال العام وما فيش تذبذب، بالإضافة لتقليل تكاليف التدفئة داخل العنابر المغلقة عن مثيلاتها العنابر المفتوحة، وإلغاء أو تجنب الظروف البيئية المختلفة.